عبد الرحمن الرمال إعلامي متخصص بقطاع السيارات، اكتسب خبرة جيدة من خلال عمله لعدة سنوات في بعض الوسائل الإعلامية المتخصصة بالسيارات، واكتسب علاقة مميزة بالقطاع الإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي، وهو يتمتع بثقافة عالية في مجال السيارات زادته شغف إلى شغفه لهذا العالم مؤخرا إلى وكالة بي آر أريبيا للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، وهي الوكالة التي تتولى إدارة الحملات الإعلامية للكثير من وكالات السيارات. وليكون مسؤول عن العلاقات الإعلامية بهذه الوكالة ويكون المتحدث الإعلامي أيضا للجائزة الوطنية لقطاع السيارات بنسختها 12 لعام 2024. اليوم نلتقي مع الزميل عبد الرحمن الرمال يحدثنا بشكل عام عن دوره وعمله ومسؤوليته في الجائزة. احنا نرحب فيك في إذاعة ألف ألف إف إم عبد الرحمن الرمال، إعلامي متخصص بقطاع السيارات، وكمان خلينا نقول المتحدث الرسمي للجائزة الوطنية لقطاع السيارات 2012. حياك الله أخوي عبد الرحمن في برنامج الموتر. الله يحييك ويبقيك أخوي أحمد، وسعيد جدا وأشكرك جدا على هذا الترحيب الحار جدا، وهذا شيء ما هو غريب طبعا من إذاعة ألف ألف اللي من أوائل الإذاعات اللي دائما تستضيف. احنا سعيدين جدا فيك، ودائما هذا كلمة قلتها واحنا نأكد، يعني كبرنامج الموتر انت من خلينا نقول من الأعمدة الأساسية اللي دائما تكون متواجدة معنا. حابين نعرف احنا منذ توليك لمنصبك الجديد بوكالة بي آر أريبيا، وتوليت يعني بشكل مباشر إدارة الحملة الإعلامية للجائزة الوطنية لقطاع السيارات لهذا العام، إيش يعني لك هذا الأمر؟ والله هو طبعا خطوة كبيرة يعني في مسيرتي المهنية، وطبعا تحدي كمان جديد إن أنا بختبر كل خبرتي الإعلامية على مدى سنوات طويلة، بالإضافة كمان إلى طبعا تطوير لصناعة العلاقات العامة وخبرتي في تطوير وصناعة العلاقات العامة فيما يخص هذه الجائزة اللي تعتبر طبعا أكبر جائزة في منطقة الشرق الأوسط. نعم، وهذا الشيء الكل بيعرف عن الجائزة، في جوائز كثيرة ولكن هذه الجائزة تعتبر الجائزة الوطنية بشكل عام. طيب إلى أي مدى الجائزة أصبح لها انتشار على المستوى المحلي والإقليمي؟ طبعا هو انتشارها كبير جدا، يعني إحنا دحين في العام 12. نعم، في مثلا على مستوى المنطقة في جوائز بتطلع بس على مؤسسات صغيرة، بس احنا بنتكلم هنا الجائزة الوطنية، نتكلم على الجائزة الوطنية لقطاع السيارات في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية اللي هي تعتبر أكبر سوق سيارات في المنطقة على مستوى المنطقة كامل وعلى مدى سنوات كثيرة، حتى لما بتجي أزمات وتروح أزمات ما شاء الله تبارك الله، يعني السوق السعودي يظل هو الأكبر والأقوى. فطبعا اهتمام وصدى الجائزة وصل حتى وسائل الإعلام في الدول المجاورة ودول المنطقة بشكل عام. طيب يعني بشكل عام خلينا نقول أنت باعتقادك أنه الجائزة وفكرتها حركت المنافسة ما بين خلينا نقول أوساط وكلاء السيارات، العاملين بهذا القطاع، الإعلاميين، خلينا نقول حتى رياضة المحركات بشكل كامل؟ بالطبع لها طبعا دور كبير في هذا التحريك، لأنه اولا انت بتتكلم الجائزه هي ليست جائزه انك انت بتختار سياره بس، تمام، هي جائزه متعلقه بقطاع السيارات، بتتضمن زي ما تفضلت انت رياضه المحركات، صحيح، تتضمن الخدمات المتعلقه بعالم السيارات. يعني مثلا انت بتشوف في جوائز بتكون جائزه احسن خدمات ما بعد بيع، صح، في جائزه احسن حملات تسويقيه، جائزة أحسن متحدث في مثلا، أو حتى السنة الماضية كان عندنا جائزة اللي هي رياضة السيارات فيما يخص السيدات. السيدات، نعم، السيدات المتخصصات في رياضة السيارات. خاصة لا تنسى رياضة السيارات الآن متعلقة بالمملكة العربية السعودية، لأن أصبحت هي القبلة الأولى لرياضة المحركات في المنطقة وعلى تاريخ المملكة كلها، ما بين فورمولا واحد، رالي داكار اللي هو أقوى رالي في العالم، غير طبعا البطولات الوطنية وغيرها. فيه كمان حتى يعني حتى نقول فورمولا اي والحاجة، يعني سباقات كثيرة. واعتقد كمان حتى خلينا نذكر كمثال الان السباق القائم في الطائف اللي هو صعود الهضبة. نعم، الهضبة. نعم، يعني يعتبر هذا الشيء ان المملكة بشكل عام يعني ما شاء الله متواجدة في كل المحافل. بالطبع، وفي عام 2025 جايك الدبليو ار سي، صحيح، وبطولة الراليات العالمية وولد رالي شامبيون، ومن هذا المنطلق يعتبر الجائزة الوطنية وضعت بصمتها قبل ما تبدا هذه الفعاليات. بالضبط، صحيح. انت بشكل عام كيف تشوف توصيل الرسالة الجائزة الى المهتمين؟
طبعا هو في عدة طرق، بس طبعا احنا كبداية هي الجائزة سمعتها قوية، صحيح وصلت يعني للجميع، وزي ما قلت لك انه وصلت للمنطقة. طبعا القنوات اللي بتخص الجائزة مفتوحة للجميع، يعني وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام، كلها متصلة بالجائزة. تمام. أبسط شيء أنك أنت، إحنا بنتكلم على جائزة الجمهور هو مشارك فيها، يعني جائزة مش إن إحنا بنرشح أي سيارة وبس. صحيح. أو مثلا عميل بيرشح، لا أنت بتدخل على الموقع وإنت بنفسك بتصوت للسيارة اللي أنت تبغاها، أو السيارة اللي أنت من وجهة نظرك بتشوف إن هي الفائزة في هذه الفئة لهذا العام. تمام. فهذه طبعا من أهم الطرق اللي بتكون مفتوحة للجمهور للتواصل مع الجائزة بشكل مباشر. طيب دائما احنا بنشوف، اعتقد يعني في، خلينا نقول النسخة الماضية، نعم، دائما مثلا نقول، خلينا نقول اعلان عن سيارة سيدان او خلينا نقول SUV. طيب بتتم مقارنة، يعني مثلا هذه السيارة في عندها عدة شركات وعلامات بنفس المجال، كيف بتتم المقارنة بين سيارتين مرشحتين من نفس فئات الجائزة؟ طبعا هي كبداية بتأخذ السيارتين اللي في نفس، لازم طبعا تكون في نفس الفئة، بيتم دراستها، الإحصائيات اللي عليها. طبعا لا تنسى احنا عندنا في لجنة، كل سنة بيكون في لجنة فيها أعضاء، الأعضاء هذول يكونوا ملمين بصناعة السيارات، ليس فقط انهم بيكونوا مثلا صناع محتوى فقط، لا مختصين في مجال صناعة السيارات. بناخذ طبعا رايهم، بنشاركهم اراءنا، بنشوف ايش النقاط المشتركه والنقاط المختلفه وغيرها. طيب. ويتم عليها ترشيح السياره، ويتم على اساسها ترشيح السياره. هذا من ناحيه كمقارنه السيارات. نعم. لما نقول مثلا بنرشح فئه، مثلا الفئه هذه هل تنفع السياره هذه مع هذه او هذه مع هذه زي كذا. تمام. يعني نعم. بشكل عام انه بيك، يعني زي قلت انا كنت بقول لك انه كيف يتم اختيار الترشيحات على اي اساس. ايوه نعم، بهذه الطريقه، بهذا الشكل. نعم. لكن غير هذا ترشيح السيارتين، خلينا نقول المتشابهة، كيف أنتم بتقارنوا في، أو كيف تفصل بينهم؟ يعني ما بذكر أنا مثال شركات، نعم، ولكن قلت لك مثلا SUV. أيوه. في عدة شركات. نعم. شوف هذه مثلا أنت في عندك SUV، SUV بتختلف عن الأوفرود. صحيح. في ناس ما زالت بتدمج بين الاثنين. هذا نعم. أيوه. يعني في ناس مثلا بتأخذ لك كروس أوفر اللي هو يعتبر أصغر من SUV وما هو دفع رباعي، ومثلا بتروح بتطعس فيه وفجأة يلاقوا نفسه متورط ويبدأ يعلق. أيوة. يبدأ يعلق يقول لك هذه السيارة ما هي أوفرود، لا هذه السيارة مختلفة تماما، لها يعني مهامها الخاصة، يعني كروس أوفر هذه مخصصة للمدينة. تمام. ما هي مخصصة أنك أنت. فهنا بيجي دورنا في شرح هذه الفئات وفصلها. يعني أنت بشكل عام في أثناء توزيع الجائزة وقبل الجائزة، قبل الجائزة أنت بتعطوا أمور تعريفية تثقيفية للناس، الفرق ما بين SUV، الكروس أوفر، السيدان، وأنواع الفور باي فور. يعني بشكل عام يعتبر الجائزة هذه غير أنها جائزة أيضا تعتبر رسالة تثقيفية. رسالة نعم تعريفية وتثقيفية فيما يخص قطاع السيارة. طب المعايير اللي يتم اختيارها من اللجنة، اللي هي تعتبر من لجنة زي ما أنت قلت خبراء من السيارات، نعم، إيش المعايير اللي يتم خلينا نقول السير عليها؟ يعني هو طبعا في عدة معايير زي ما قلت لك. أول شيء يكونوا ملمين أو داخلين في صناعة السيارات وليس صناعة المحتوى. تمام. طبعا يكون عندهم القدرة، وهذه أهم نقطة، على الموضوعية في شرح السيارة، زائد الحياد، إنه يكون عندهم القدرة على الحياد في شرح، أو نقدر نقول الطرح الرأي عن السيارة، بحيث إنه الفئتين يطرحوا رأيهم فيها ولكن بحياد دون تفضيل عن تفضيل. طيب خلينا ندخل كذا نقاش آخر. نعم. جاء كذا ببالي سؤال مرعب. بصوتك الآن أنت إعلامي في مجال السيارات، ما شاء الله تبارك الله، يعني غطيت سيارات كثيرة. صحيح. أنا ما هتكلم الآن عن تجربة قيادة أنت قمت فيها، لكن أنا بتكلم تواجدك في هذا المجال، أنت كيف تشوفه سابقا وكيف تشوفه حاليا؟ شوف، هو الآن اللي أنا وجهة نظري أنا شايفه، قلت الخبرة وزاد الابتكار. طبعا. يعني إحنا كنا أول على، اشتغلنا في الصحافة، كنا في الصحافة أو نقدر نقول الإعلام التقليدي. الإعلام التقليدي يتضمن الصحف، المجلات، الراديو وغيرها. تمام. دخل السوشيال ميديا. صحيح. عالم جديد، ناس جدد دخلوا هنا، بتشوف في طرح الابتكارات ولكنها تسويقية أكثر. ما هي ما ب... يعني في ناس بتختص، في ناس مختصين بيطلعوا،
وفي ناس مبتكرين بيطلعوا. فهي الاختصاص ما زال بحاجة للزيادة. يعني الآن أي واحد الآن السوشيال ميديا هي منصتك أنت، هي إذاعتك أنت، صح، هي قناتك الشخصية أنت، يعني تقدر أنت تطرح محتواك. بعض المفاهيم اللي بتكون في السوق ما زالت حين بتركز على محتوى. يعني مثلا واحد والله بيصنع محتوى عن السيارات بشكل خرافي، ألوان على مونتاج على ما عارفه، يقولك هذا على طول هذا واو، هذا ما شاء الله، هذا نجيبه، هذا خبير في السيارة. هو ما هو خبير، لكن هو مبتكر. عنده أيوة مبتكر. مبتكر، عنده حس الابتكار أو حس صناعة المحتوى. لكن لما تتكلم أنت مثلا كخبير لا. فهو السوق ما زال زادت فيه زي ما قلت لك الابتكارات، وقلت فيه إنه بيطلعوا أفكار جديدة، لكن قلت، وكل الأفكار هذه بتنصب في تسويقية أكثر. بس كمان صار المبتكرين هذولا صار من السهل حمل لهم مسميات خبير، مستشار، نعم، مهتم، صحيح، بينما أنت زي ما قلت هو بينما هو أساسا مبتكر. فهذا يعتبر الآن حاليا متوايدة في السوق. بهذا السبب ممكن احنا نقول كثروا الناس المهتمين في السيارات، خلينا نقول في تغطيات السيارات، في التحدث عن السيارات، لكن أكثرهم مبتكرين خلينا نقول، وقليلا من الخبرة. بالضبط، نعم، هذا الآن وضع السوق، يعني هذا وضع السوق بشكل كامل بشكل، نعم. راح نتكلم كمان احنا عن نقطة أهم كمان اللي هي مجال التسويق. الآن كنا بنعرف سابقا في مجال السيارات ورياضة المحركات خلينا نقول، الشركات كانت بتهتم في حملات تسويقية، سواء تدشين سيارة، عرض جديد، أمور كثيرة. الآن لقينا عنها مختلفة بتواجد مدراء التسويق. طبعا احنا بنشكر كل طالب انهم بيهتموا يعني بيظهروا سياراتهم، ولكن في توجهات جديدة الناس ما تعرف عنها، مو عارفين ايش الفكرة من هذا التسويق. انت بنظرك ايش تشوف؟ والله شوف، هو زي ما قلت لك لازم يكون شرح اكثر عن عن عن, عن هذا التسويق نفسه. يعني الناس لازم هي نفسها كمان يكون عندها وعي اكثر يعني في هذا الموضوع، لأنه زي ما قلت لك مواضيع التسويق خاصة حتى من الشركات هي لازم توضح أكثر، صحيح، إنه إيش يعني إيش الشيء المغزى أو المفهوم من 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 هذه الحملة. تمام. يعني بشكل عام خلينا نقول إنه لازم يكون في تثقيف أساساً من مدراء، خلينا نقول من الشركات بشكل عام. بالضبط. للناس وللجهات اللي بتسوق لهم، سواء خلينا نقول سوشيال ميديا أو ورقية، إذاعية، سمعية، مرئية، لكن لها طريقة جديدة. بالضبط. عبد الرحمن، نحن حابين نعرف بشكل عام بصفتك إعلامي ومتخصص، إيش ينقص قطاع إعلام السيارات، وهل أنت راضي عن الرسالة الإعلامية لقطاع السيارات؟ زي ما ذكرت لك سابقا إنه لازم يكون في تثقيف أكثر في هذا الموضوع. الجهات الرسمية المسؤولة عن مثلا الحملات الدعائية الإعلانية تضبط الأمور، خاصة مثلا من ناحية يعني غير طبعا الميديا، أوكي الصحف والهذي أمورها ماشية فيما يخص السوشيال ميديا. تمام. تنظيم السوشيال ميديا للأسف، وإنت طبعا معايا في نفس المجال، زي ما انت شايف انه فجأة بنشوف فجأة ناس، واحد يقول لك انا خبير، صح، انا اعلامي. طيب اوكي، انت مثلا اعلامي، طيب اعلامي ايش عندك؟ والله انا عندي سناب بس، صح. طيب هل انت مثلا تقدر تعمل مقابلات زي مثلا احمد البريكي لما بيسوي معايا الان في الف الف؟ ما يعرف حتى يطرح سؤال، صح. فهذا فعشان كده الرسالة هذه، طبعا مو بس انا اتكلم قطاع سيارات، حتى في القطاع العام نشوف الاعلام العام بشكل عام بيعاني من هذه، يعني زي ما تقول، ما ابغى اقول فوضى اكبر الموضوع، ولكن بعض هذه الملاحظات يعني اللي شايفينها احنا في السوق. وانا معك، ذكرت اهم نقطه انه مو بس في مجال السيارات، نعم، بشكل عام، لكن برضو خلينا نقول احنا جينا تطرقنا على نقطه اعلامي او مستشار او خبير، لكن السيارات خلينا نقول نتكلم نركز شويتين على موضوع السيارات. انا اعتقد انه المفروض في يكون خلينا نقول مسوق، هذا شيء عادي ممكن. نعم، عاد هو بيتكلم عن سلعة أو بيتكلم عن حاجة، لكن المستشار اللي مثلا أنا مستشار ميكانيكا أو مستشار تقني، طيب هو على أي أساس؟ هل كان اهتمام ولا دراسة؟ أنت بنظرك هل هي تعتبر لازم دراسة ولا اهتمام؟ شوف، أنا ما حقول لك دراسة ولا اهتمام ولا شيء. وجهة نظري، وأنا أعرف ناس كثير وأنت تعرف ناس كثير في المجال معانا، اللي بيقول أنا
أنا المستشار، أنا الخبير، أنا المعرفين، أحس ممكن عنده عدة نقص. أوكي. يعني ممكن يعني اللي فاهم حيتكلم هو، خلاص الناس هي تعرفه، ما في داعي يقول أنا ترى العلمك. هي يعني مو بس مستشار ولا صار حتى مستشارة وصار فيه خبيرة كمان. أوكي. أيوة يعني مستشارة وخبيرة. مستشارة وخبيرة كمان صار الآن الموضوع. يعني حتى أول ما بدأوا السيدات قيادة فجأة واحد طلعت قالت أنا خبيرة ميكانيكا، أنا مع ما شاء الله أنت متى مداكي إنك ما شاء الله فجأة طلعتي، يعني أيام ما كانوا السيدات ما كانوا يسوقوا. لسه يسوقون. أنت ما شاء الله كنت تشتغلي في ورشة ولا كيف؟ صح. أيوة. فهذه أنا وجهة نظري إنه الشخص هو خلاص بينعرف بدون هو ما يقول. وبعدها هو يكمل مجاله بالمجال هو. طب اوكي احنا نتكلم عن ذكرنا عن نقاط برامج. نعم. انت مثلا الان من وجهة نظرك تكلمت على هذه النقاط والرسالة التثقيفية بشكل عام للجميع. طب بصفتك انت اعلامي محترف، سؤال حابين كده نعرف ومتابع وبدون انحيازية او مجاملة، حابين لو جيت انا سألتك مثلا انت الان، انا اتشرف لك انت طالع معي في برنامج الموتر، انت بوجهة نظرك ايش رايك في برنامج الموتر بإذاعة ألف ألف؟ والله شوف إذاعة ألف ألف خاصة الموتر أنا ما أدري إن كان، ولكن أنا حسب علمي إن هو أول برنامج إذاعي كان صحيح. في السيارات صحيح. لأني ما أذكر في الإذاعات كنت أسمع يعني سيارات، يعني كنت عن برامج السيارات، وكان طبعا على مدى سنوات يعني كنت أسمعه، كان في لقاءات حلوة. أنا طبعا يعني كانت برضو بداياتي في الراديو برضو مع ألف ألف, ألف. وكنت طبعا مع راديو جدة وغيرها وكله، فأتمنى لكم دائما التوفيق. يعني حقيقة بدأت الآن برضو بنشوف فيه إذاعات ثانية، والإذاعات هذه ما طلعت إلا أظن لما شافت نجاح برنامج الموتر حبت إنها هي تنافس في هذا القطاع. نعم. الشهادة إحنا نعتز فيها. الله يخليك. من شخصية مثلك مهتمة في عالم السيارات، وللأمانة اللي بنقول كلمة مهتمة فعلا مهتمة بمعلومات مثقفة يعني، وقلائل من الناس اللي زيك عبد الرحمن الصراحة إنه لهم هذه المعلومات. طيب خلينا نسأل سؤال قبل الأخير، خلينا نقول إيش أهم سيارة أنت جربتها خلال مسيرتك؟ والله شوف السؤال هذا صعب جدا جدا جدا. ليش؟ تمام. لأنه كل سيارة لكل فئة كان لها امتيازات. يعني أنا حتى جربت بوغاتي في الحلبة اللي هي أسرع سيارة. أسرع سيارة. نعم. مشينا فيها تقريبا حوالي 328 مشينا فيها. جربت أفضل السيارات الكهربائية. تمام. جربت ممكن أقول لك أنا يعني كان في الفورمولا، جربت الفورمولا 4 اللي هي أصغر شيء كانت. أصغر حاجة. كانت تجربتها رائعة، تجربة غير عن السيارات العادية. داون فورس غير الـ يعني كيف أقول، الجو العام غير. كأنك أنت في شيء ثاني، ما أنت كأنك يعني في سيارة، طريقة تغيير التبديل، سيارات الراليات، فكل يعني كل فئة لها طريقتها ولها فكرتها ولها عالمها لها. نعم. لها عالمها الخاص. لكن ممكن ما عندك كذا فكرة ممكن تتذكر من أفضل، خلينا تقول التجارب اللي أنت عشتها، في تجربة أنت ما تنساها في حياتك؟ والله صعب السؤال جدا. انا تقريبا اللي انا عديتها السيارات الى الان هذا اللي عديتها، طبعا في ارقام انا ناسي تقريبا فوق ال 270. لا ما شاء الله عليك. ايوه يعني ايوه. جربت معظم السيارات وبجميع فئاتها، وهذا الشيء بصراحه احنا يخلينا نتشرف انك تكون معنا في البرنامج، لان انت لما تتكلم عن سياره او تتكلم عن فكره انت مجربها، وهذا الميزه اللي فيك، انت لما تجرب سياره تتكلم بحذافيرها، وهذا العدد قلائل من الناس اللي يتكلم عنه. طيب لو جيت مثلا، انا طرى على بالي كمان من الاسئله، الان الجائزه الوطنيه انتم مستعدين لها؟ بالضبط. واعتقد السنه هذه فيها استعداد جدا جدا كبير. حسب ما انا عرفت كمان في لقاءات سابقه مع الاستاذ وليد قرنور انه قلتوا حيكون في كمان جوائز للي راح يشارك في الترشيح، كيف حتكون هذه؟ هذه طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا فتحنا الموقع خلاص، التصويت بدأ، حيكون طبعا في جائزة سحب حيكون لأول مرة على سيارة دونغ فينغ موديل 2024 سيارة، يعني ضمن بما يعني زي ما تقول كنوع من التشجيع للتصويت على السيارة. يعني انتم مسوين الجائزه هذه اساسا هي مو شرط انه كتحفيز، ولكن انه الناس اللي مهتمين بالسيارات يبدوا رايهم كمان. مو احنا شوف احنا بنعطي جوائز للجميع، جمهورنا كمان يستحق جوائز. نعم. يستحق جائزه لانه هو شارك في نجاح هذه الجائزه، هو عنصر مهم في نجاح هذه الجائزه.
فطبعا يستحق كل التقدير واستحق طبعا جائزة خاصة. طيب الآن الواحد لو حاب يدخل على الموقع ويشارك في التصويت ممكن عن برنامج الموتر الآن، تعطينا الفكرة كيف يدخل، فين يشارك، على أي موقع، ويذكر لنا الموقع. هو الموقع اللي هو موقع الجائزة الوطنية لقطاع السيارات National Auto Award. يدخل على الموقع حيشوف طبعا الصفحة قدامه، طبعا احنا عاملينها باللغة الإنجليزية واللغة العربية، يعني حتى اللي غير الناطقين باللغة العربية يقدروا يشاركوا بكل راحة. حيدخل على فوت التصويت، يشوف فئات السيارات قدامه الموجودة، أيوة نعم، يختار السيارة، يختار الفئة اللي هو يحبها، ويدخل ويشوف السيارات اللي مرشحة للجائزة، ويختار السيارة اللي هو من وجهة نظره يشوف انها هي المناسبة. نعم، حيتم الإعلان عن خلينا نقول الجائزة الوطنية بتاريخ كم ان شاء الله؟ بإذن الله في نوفمبر القادم. بس الان ما تحدد ممكن تاريخ ولا تحدد تاريخ يعني. في نوفمبر ان شاء الله باذن الله. نوفمبر. ايوه باذن الله حيطلع الاعلان. طبعا احنا نتمنى لكم مزيد من التقدم. الان انتم وصلتوا ما شاء الله تبارك الله 12 سنه من هذه الجائزه. صحيح. زي ما احنا ذكرنا في اللقاء، نتمنى تكون هذه الجائزه هي الجائزه الوطنيه، ولكن نبغى تكون كانترناشنال رسمي، شيء اساسي. ومن الآن نقول إحنا نبارك للي راح يكسب في هذه الجائزة. وكلمة أخيرة عبد الرحمن، إحنا سعيدين في وجودك معنا تختم فيها لقاءنا. والله أنا أشكر طبعا إذاعة ألف ألف برنامج الموتر، أنتم عنصر أساسي في مو بس في الجائزة في قطاع السيارات بشكل عام. يعني إحنا لو ما عملنا هذا اللقاء ممكن في ناس كثير ما تسمع عن الجائزة. أنتم وسيلة أساسية في النشر، لنقدر نقول محبي ثقافة السيارات أكثر من أنها هي كتجارة أو كأن هي استخدام فقط، أنها مجرد آلة لاستخدام يومي. السيارات كانت وما زالت ثقافة، الناس تحبها حول العالم زيها زي الكورة، عشان كذا طلع لها بطولات، صار نسمع رياضة المحركات، رياضة السيارات. بعد احنا سعيدين فيك عبد الرحمن. الله يخليك. شكرا لك. حياك الله. مستمعي الكرام، طبعا احنا وصلنا لختام حلقتنا لبرنامج الموتر عالم السيارات والمحركات. استضفنا اليوم معنا الاستاذ عبد الرحمن رمان، مهتم ومتخصص في مجال السيارات والمتحدث الاعلامي للجائزه الوطنيه لقطاع السيارات. تكلمنا عن مواضيع مختلفه، عن مسيرته وعن آرائه في مجال رياضه المحركات والسيارات، وكمان عن الجائزة الوطنية. وزي ما قالوا لنا أن الجائزة الوطنية إن شاء الله حيتم الإعلان عنها في نوفمبر. بإمكانكم الدخول على الموقع الرسمي للجائزة الوطنية وتشاركوا بتصويتكم، لأنه برضو راح يكون في رابح عن طريق الجائزة الوطنية للمشاركين والمصوتين. نلتقي فيكم إن شاء الله بحلقات أخرى لبرنامج الموتر. كنت معاكم أنا أحمد البريكي، في أمان الله.